أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. القصيدة التي تحفر عميقا في الوجدان هي القصيدة التي تنتمي بكل بساطة إلى ما يتطلع إليه الناس، إلى ما يحاكي واقعهم، يعالج همومهم، لا ينسلخ عن جراحاتهم، إنما ينتمي إليها ويحاول قدر المستطاع أن يفتح أبوابا كبيرة للأمل الذي ينتظره الجمهور، كل الجمهور الذي ينتمي لصاحب هذه القصيدة ويشترك معه في هذه الآلام والأوجاع. ولأن الشعر العربي على امتداد التجربة العربية منذ قديم الزمان كان يحاكي ولا يزال يحاكي معاناة الناس ويقدمها ويحاول أن يصف لها الدواء، كان لابد من استضافة شاعر برع كثيرا بالانتماء إلى جراحات الإنسان حتى يقدم صورة عالية لإنسانية قصيدته وحرفه الذي يحاول من خلاله شق طريقه نحو الخلود. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الإنترنت معنا من جمهورية مصر العربية، الشاعر الجميل الأستاذ وسام عمارة. حياك الله، أهلا وسهلا بك أستاذ وسام. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت قصيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الشكر والتحية والتقدير صديقي الإعلامي المتميز والشاعر البارع مصطفى مطر، ولكل يعني الإعداد ولكل المشاهدين التحية والتقدير. عمتم مساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض الكنانة أبعث إليكم بأرق التحايا وأجمل الهدايا وما أجمل الشعر في يوم اللغة العربية. دمتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ وسام. يعني وافق هذا اليوم يوم اللغة العربية العالمي كما تفضلت، وهي فرصة طيبة حتى نلتقي بفارس من فوارس أو فرسان هذه اللغة التي لا يمكن أن تموت. قبل أن نذهب للحديث عن اللغة والشعر، نريد أن تحدثنا وإن بالنظر اليسير عن وسام عمارة، تفضل. في الحقيقة أنا يعني لا أحب الألقاب ولا أحب المسميات، أكتفي بقول الشاعر وسام عمارة. رحلتي مع الشعر بدأت منذ يعني سن صغيرة جدا، بداية من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات. دي الفترة اللي أنا كتبت فيها ما يعني أستطيع أن أقول أنه محاولات شعرية. ابتدت الفكرة تختمر أكثر، وابتدت التجربة يعني يتم صقلها بشكل أكبر. كنت متردد الحقيقة أن أنا أنشر أبياتي وأن أنا أبتدي يعني أقول شعر على الملأ، إنجاز التعبير يعني. والتردد كان نابع من أن يمكن أنا لمست في المحيطين والأصدقاء والقراء منهم أكثر، يمكن أنا بتكلم بشكل أكبر عن الجمهور القراءة أو محبي القراءة والأدب في مصر، يمكن بيميلوا أكثر لقراءة الرواية وقراءة القصة وقراءة الشعر، يعني هنسميه الشعر المحكي. العامي أو الشعر. لكن أنا فوجئت الحقيقة لما ابتديت أنشر الشعر بتاعي، يمكن من يعني ما يقل عن 5 سنوات أو 6 سنوات على أقصى تقدير، لقيت الحقيقة استجابة يمكن كبيرة من جمهور مصر قبل جمهور الوطن العربي، ما شاء الله. واكتشفت إن الناس متعطشة للكلمة، يعني إنجاز التعبير الكلمة الصادقة، وأنا الحقيقة أبحث عن الصدق دائما. الحقيقة كان لي مشاركات في مؤتمرات وفي مهرجانات محلية ودولية، والحمد لله كانت مشاركات طيبة بشهادة الجميع. ده الموضوع باختصار. ما شاء الله، جميل جدا، ونرجو لهذه التجربة أن تكلل بالنجاح دائما أستاذ وسام. قبل ما تسمعنا أولى القصائد التي تود أن تقرأها علينا في هذه الحلقة المميزة بوجودك، يعني نريد أن تحدثنا عن خصوصية اللغة العربية وتميزها بين اللغات في يوم اللغة العربية، تفضل. الحقيقة أنا من المغرمين باللغة العربية، يعني سواء كنت من يعني من الشعراء أو من محبي الشعر أو من محبي الأدب. أنا أعتقد وأنا أؤمن بكلمة عباس محمود العقاد الأديب المصري الكبير
حينما قال أو وصف اللغة بأنها اللغة الشاعرة. نعم يعني أنا في تصوري وفي إيماني الشخصي أن العربية في حد ذاتها لها طعم يعني ولها جمال متفرد، سواء يعني كتبت أو قرأت أو تم تناولها في إطار أدبي في قالب شعري، كل هذه الأمور تضيف إليها جمالا زائدا، لكن هي في حد ذاتها لها جمالها الخاص ولها متاهها الخاص. هذا في اعتقادي الشخصي، يعني أنا تربيت على حب اللغة العربية، وأنا يمكن لم أتخصص في دراسة العربية، يعني يمكن تخصصي العلمي بعيد تماما، وحتى ما أمارسه الآن من عمل يعني بعيد تماما عن الأدب وبعيد تماما عن اللغة العربية، لكن هو شغف منذ الطفولة استمر معي إلى أن وصلت إلى هذه السن، لكنه يعني يلازمني دائما، أسمع الشعر دائما، أسمع الكلمات العربية دائما، أقرأ الكثير من الكتب في العربية. أنا يعني إن كدت أو إن أردت أن تصنفني من مغرمي أو من عاشقي هذه اللغة فضعني في هذا التصنيف. يا سلام، ونريد منك أن تضعنا في صورة جمالك، وجمالك غير محدود أكيد، وإلقاؤك كذلك العذب. كلنا شوق لسماع القصيدة الأولى أستاذ وسام، نريد أن نستمع إلى الشعر منك الآن، تفضل. يشرفني طبعا الحقيقة، بس قبل ما يعني ألقي الشعر اسمح لي أن أتوجه بكل الحب وكل الدعم للأبطال في غزة وفي فلسطين الحبيبة، يا أسأل سلام، الله أن يرفع الغمة عنهم، يعني إحنا حكومة اللهم آمين. وشعبا وكل الدول العربية يعني ننتمي إلى هذا المكان وندعمه بكل قوة بكل حب. لا شك في اسمح لي أن ذلك. ألقي أبياتا عن ما يجري الآن في غزة، يمكن أقول فيها: فما زلت فجرا يشق الظلام، وما زلت سيفا على من ظلم، وما زلت شعرا جميلا إذا ما طغى في الأماسي رديء الكلم، وعسف السماء بلحن الإباء مصابيح عز تبيد الظلم، وما زلت لم تعرف المستحيل وعزمك صخر أبي أصم، لك الشعر يهفو كخفق الفؤاد يبيد الحدود ويبري السقم، فما فرقته سيوف الطغاة سيجمع يوما بنبض القلم. سيجمع يوما برب القلم، هذا القلم الذي تحمله بيمينك هو قلم الشاعر الحر. أما الحساب عند رب القلم فهو يعني لكل من ظلم وكل من طغى وتجبر، هذا القلم لا يتوقف عن الكتابة وحتما سينتصر لمظاليم كل المظلومين. أستاذ وسام، أنت تدرك جيدا أن فكرة التعرض للظلم هي فكرة قاسية على النفس الإنسانية، فكيف بمن يتعرض لظلم واسع؟ كيف بشعب كامل يظلم؟ الحقيقة كلنا تعرضنا إلى الظلم، يمكن لم نعد كما كنا من قبل هذه الأحداث، كلنا تأثرنا، كلنا نشعر بهذه الغصة من المحيط إلى الخليج كما يقال، يعني كل من تجري في دمه دماء عربية دماء أبية يستشعر هذا الظلم، ويمكن إحنا أنا لا أستثني أحدا في أننا تعرضنا كلنا للظلم، وربما نعم كنا ظالمين في بعض المواقف كما قال المتنبي في بعض أبياته. يمكن الظلم شعور بشع طبعا، يعني نحاول نتخلص منه قدر الاستطاعة، ونسأل الله أن يبيد هذه الظلمات ويبيد هذا الظلم على هذا الشعب المسكين. اللهم آمين. أكيد نحن كأمة عربية واحدة وكأمة إسلامية، إنما وإن كان لسان الضاد يجمعنا فالمظلومية توحدنا أحيانا. هل الشعوب بحاجة إلى الوجع حتى يوحدها، أم أنها من الممكن أن توحد على فكرة المحبة، الفرح، التعاون، يعني استشراف المستقبل السعيد؟ لماذا لا يوحدنا إلا الألم يا وسام؟ والله هي فكرة جميلة، يمكن أعتقد ما طرأتش على بالي قبل كده، بحييك عليها مصطفى. يمكن الأفراح والمواقف السعيدة يمكن الإنسان ممكن ما يحتاجش فيها الدعم أو يقدر ما بيكون محتاج الدعم في المواقف أحسنت. الصعبة. يعني أنا كان دايما والدي
يعني ربنا يديله الصحة ويسعده، كان دايما يقول لي خليك حريص جدا في انك تكون متواجد في العزاء، لكن مش بالضرورة تكون متواجد في الفرح. لو حد من الأصدقاء، حد من الجيران عنده فرح، طبعا يفضل انك تكون موجود، لكن لو ما حضرتش مش مشكلة، لكن في العزاء لازم تكون موجود، لأن المكلوم أو اللي صدقت. بيصاب بشعور صعب بيحتاج الدعم وبيحتاج وبيبقى مركز. قال لي برضه، انا فاكر الكلمه دي كويس، قال بيبقى مركز كويس او مين جاله، مين كلمه، مين كان موجود، وممكن ما يشعرش بنفس الشعور في الافراح. نعم فاعتقد نفس الفكره اللي انت قلتها يا مصطفى، هو احنا فعلا كشعوب عربيه بحكم ان احنا كلنا لينا اصل واحد، وكلنا بتجمعنا العروبه وبيجمعنا الحب اللي بيننا، ويمكن ما قبل الحدود كنا كلنا بلد واحده. فاستشعار الالم بيظهر الجانب الحب اللي بيننا، وبيخلينا في الآخر نتكاتف نتعاطف في المواقف الصعبة اللي فيه. استشعار الألم يجعلنا نشعر ببعضنا البعض ونتكاتف يعني مع أنفسنا في المواقف الصعبة. يعني هذه الإجابة جدا موفقة. سنخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل. مشاهدينا الكرام، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية الشاعر وسام عمارة. من جديد حيا الله أستاذ وسام، وقبل أن نواصل نقاشنا نريد منك أن تقرأ علينا قصيدة جديدة جميلة بأدائك الطيب وأسلوبك المميز دائما، تفضل نحن جاهزون للاستماع. مرحبا مجددا أستاذ مصطفى. أهلا بك. قصيدتي الثانية بعنوان مراكب الماضين. مراكب الماضين. نعم. ومراكب الماضين لما أبحرت، وبصرت أشرعة الرحيل تغيب، خفق الفؤاد وما شعرت بخفقه، والدمع عن ذاك الشعور ينوب. وعجبت كيف وفي الضلوع مكانهم رحلوا، لعمرك إن ذاك عجيب. إيه. أرق المساء وشردة الصبح التي من شأنها جعل الحديد يذوب، رحلوا كأن ما لنا في قربهم حظ، ولا أنس البقاء نصيب. رحلوا كأن رحيلهم قدر لنا، والمرء عن رد القضاء محجوب. ورحيلهم كالسهم هتك أضلعا، وبكت على حر الفراق قلوب. وهم الذين إذا تفرق جمعهم لم يدن منا بعد ذاك قريب، وهم الأحبة ما تغيب ظلالهم، إن الحبيب ولو يغيب حبيب. إن الحبيب ولو يغيب حبيب، إن الحبيب ولو يغيب قريب. هذه البائية العذبة يعني كتبت بقافية مضمومة لتعبر فيها عن الدفء رغم شدة الألم، رغم هذه الدموع التي تنوب عن كشف حقيقة هذه الجراح. لماذا يلوذ الشاعر دائما بالدمعة يا أستاذ وسام؟ والله هو دايما، انا في اعتقادي الشخصي ان الشاعر هو مرآة للمشاعر بشكل عام. يعني ما لا يستطيع ان يقوله من مر بتجربة يستطيع ان يقوله الشاعر، وكذلك الموسيقي، وكذلك الفنان الرسام. يعني الفنون عموما هي انعكاس لمشاعر البشر او مشاعر الإنسانية.
يمكن احنا بنجتهد قدر استطاعتنا، ومش بالضروره نكون مرينا بالتجربه. يمكن انا بتكلم بلسان الشعراء او بلساني نعم انا، يعني برضو اكون دقيق اكثر. احنا بنحاول نجتهد لوصف ما يشعر به المرء، سواء مر بمشاعر حزن، سواء مر بمشاعر فرح، سواء يعني ايا كان المشاعر التي يشعر بها، نعم في استطاعة شاعر أن يعبر عنها. وكلما أجاد كلما اقترب، أو كلما اقترب من الشعور كلما أجاد. أحسنت كثيرا أستاذ وسام. رغم الحزن الكبير الذي تمر به فلسطين والحزن العميق جدا الذي تعيشه غزة في هذه الأيام وما زالت تعيشه منذ نحو 75 يوما، إلا أن هناك يعني الكثير من يعني بقع الضوء أو بقعات الضوء في هذا الوجع الممتد. ومن هذه البقاع المضيئة فكرة الحزن، المشاركة بالحزن، أن نقتسم هذا الحزن. هذه الفكرة تدلل على أن الشعور العربي والإسلامي والإنساني لا يزال فيه الخير الكثير، أليس كذلك؟ بلى، يمكن انا يعني بؤكد انه هو شعور انساني في المقام الاول. يعني كلنا نأبى الظلم، وكلنا لا نرضى بان نرى هذه الانتهاكات، لكن يزيد الامر صعوبه ويزيد الشعور اكثر حينما يكون هناك رابط. يعني ده شيء منطقي، يمكن احنا بننتمي لما هو ادنى من ذلك، فما بالك بلسان، فما بالك بدين، فما بالك يا سلام. بجيره. كل هذه الامور تزيد الامر صعوبه، وتزيد الامر يمكن تكاتفا بيننا نعم. وبين البعض. أحيانا يقول الشاعر أو يرى الشاعر أستاذ وسام أن الحدث جلل وأكبر من إمكانية أن يعبر عنه بالكلمات. هل هذه حقيقة لمستها يوما وشعرت فعلا بالعجز؟ صدقت، يمكن النقطة دي نقطة مهمة جدا، يمكن أنا بحييك عليها يا مصطفى. كثيرا ما يمر الإنسان، أنا بشبه الأمر بالدمعة. يعني أحيانا بنقف في بعض الأمور، يعني طبيعي إن أنت تدمع عينك نعم وتلاقي سبحان الله يتحدر الدمع وتمتنع الدموع إن هي تنزل. فأعتقد إن القصيدة ليها نفس المدخل. فكرة الانطلاق والتعبير بالكلمات هو مش زرار، يعني أنا مش متصور الأمر إن أنا ضغطت زر فأنطلق بالكلمات، لا، الأمر أصعب من ذلك بكثير، ويعرف ذلك جيدا كل شاعر. يمكن مسألة الانطلاق بالشعر، نعم وإن أخرج ما يشعر به سريعا دون ضبط، دون يعني دون تنقيح، ترتيب مسبق أو تحضير يخرج دون بالوعي مسبق، الكامل. إلا في بعض الحالات، يمكن في بعض الأحوال لا هينطلق الشعر، لكنها حالات قليلة جدا ولا يتميز بها الكثيرون، عشان أكون صادق. جميل جدا. هناك من يرى أيضا أستاذ وسام أن الشعور الإنساني بحاجة إلى حالة من الاستقرار حتى يستطيع أن يتواصل مع ما يتعرض إليه من مشاعر إنسانية وما يفرض عليه من يعني شعور إنسانيا ينبغي عليه أن يعيشه. مثلا إذا جاء لأحد من الناس خبر مثلا وفاة شخص عزيز عليه، هذا قد يمنحه في المقابل شعور أو رد فعل البكاء أو رد فعل التعبير عن الألم أو رد فعل التعبير عن الحزن الشديد. فهذا لم يكن ليحدث لولا أن الإنسان بحاجة إلى الاستقرار حتى يستطيع أن يصدر شعورا ما تجاه هذه الأخبار التي وصلته عن أحد. لكن حينما تتزاحم الأخبار مرة واحدة من كل حدب وصوب على إنسان واحد ويقال له فلان استشهد، فلان قتل، فلان اعتقل، فلان منع، فلان فلان، قد تصاب المشاعر الإنسانية في هذه الحالة أو بمثل هذه الحالة بالشلل. ألا ترى أننا نعيش هذا الشلل واقعا في هذه الأيام؟ الحقيقة هو توصيف دقيق، هو شلل أمر المشاعر. أشبه، صحيح، أمر أشبه بالصدمة والشلل. يمكن إحنا حتى يشعرك بالخجل أحيانا، يمكن الأمور الحياتية اللي ممكن الإنسان يمر بها قد يشعر بالخجل اللي هو بيعملها، وحتى لو عملها بيبقى مكسوف، رغم إن هي أمور يعني مباحة، نعم لكن بيوصل بيك الأمر من كثرة ما يعني تكالبت عليك الظروف وتكالبت عليك المصائب. يمكن بتصل بيك الأمر أنت تخجل أن أنت تعبر حتى عن مشاعر أخرى أو تمارس حياتك الطبيعية، وده أمر الحقيقة بيكون قاسي جدا،
ويعتقد أن كل إنسان ممكن لديه قدر من الإنسانية يشعر نعم، بما يصفه أو يقول. قبل أن نذهب إلى القصيدة الجديدة التي نود أن نسمعها منك أستاذ وسام، يعني وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال أهجهم يا حسن فداك أبي وأمي، أهجهم وروح القدس معك، إلا أن الظروف الصعبة التي نعيشها أحيانا التي تفرض نفسها علينا تجعل الشاعر ربما يتسلل إليه ريب ما أو شك ما أن الكلمة التي سيقولها أو القصيدة التي سيكتبها أقل مستوى من هذا الحزن، هي يعني أكثر ربما لا تستوي مع هذا الوجع، لا يمكن لها أن يعني تعبر عن هذا الوجع، لا يمكن للشعر أن يكون في كفة مقابل كفة هذا الوجع. لماذا يستشعر الشعراء أحيانا مثل هذه المشاعر باعتقادك؟ هو مش الشاعر فقط اللي بيشعر بالأمر ده، أعتقد إن كل مبدع أو كل من يقدم شيئا نعم، دايما يعتريه شعور بالنقص، يعني دايما أنا يعتقد إن ممكن أقدم أفضل، لا سيما إن كان الحدث جلل، يعني إحنا بنتكلم هنا عن وصف مشاعر عادية، لكن وصف مشاعر مثل هذه المشاعر أو مثل هذه الظروف دايما بنشعر نعم، بأنها قليلة ولن تصف شيئا مما يراه الإنسان أو ما يشعر. أحسنت كثيرا. الآن نريد أن تقرأ علينا قصيدتك التالية، ومن المؤكد أنها قصيدة مميزة كسابقاتها وبالطبع كلاحقاتها. نحن يعني لم نكتفي بعد ولن نكتفي أكيد بطبيعة الحال أستاذ وسام، تفضل، نريد أن تلقي علينا القصيدة التي تحب. أشكرك. القصيدة التالية بعنوان حال الإنسان، يعني تفضل. حاولت أن أصف فيها أو أصف بها شيئا من حال الإنسان قديما وحديثا. أقول: أسيف إذا كان في محنة شديد التبجح عند الرغد، كثير الترجي وغايته كغاية من عيشه للأبد، يا سلام، كثير التعلل أخطاؤه تعد النجوم وليست تعد، ويشغل بالأمس عن يومه ويقلق بالأمر يأتي بغد، فإني وإنك لسنا بخير كذا حالنا من قديم الأمد، كذا حالنا من قديم الأبد. وإني وإنك فيها ضيوف وللضيف يوم به يفتقد، وإني وإنك قوم ضعاف نجرع كأس الأسى والكمد، وإني وإنك نبكي بليل وفي الصبح نبدي الرضا والجلد، وإني وإنك في محنة وبالله في بأسه نعتمد، وإني وإنك ذو فاقة ولو زيد في مالنا والولد، وإني وإنك في غفلة وليس يفيق سوى من رقد، أخي إنما العمر ساعاته إذا ما تمر فحاشا ترد، إذا الروح تحيا بلا علة يهون بذاك اعتلال الجسد، يا سلام، قدم لنفسك إن الحياة ستفنى بيوم ولن تسترد. فقدم لنفسك إن الحياة ستفنى بيوم ولن تسترد. وربما كذلك الأوجاع الإنسانية التي يرتكبها الناس أحيانا بعضهم بحق البعض الآخر، كذلك لن تسترد إذا ما وقع ظلم من إنسان على أخيه الإنسان متقصدا أو غير متقصد، لكن ذنب المتقصد يتجاوز من لم يقصد هذا الظلم أو هذا الذنب الذي يرتكبه. أستاذ وسام، قبل ما نذهب إلى فاصل أريد أن أطرح عليك هذا السؤال. يقولون: الرجال لا يبكون لكن دموع الرجال عزيزة وقد تنهمل من الأعين وتذرفها الأعين أحيانا، ماذا تقول؟ الحقيقة يمكن إحنا هذه من العادات أو من الأمور التي تربينا عليها بالخطأ. العربي القديم كان لا يستشعر بأي حرج في أن يبكي وأن يصف بكاءه في قصائد،
احنا يمكن المتاخرين ابتدوا الاباء يعلمونا لا الراجل ما يعيطش الراجل، وده مش حقيقي الحقيقه، وده كتم المشاعر. لذلك عشان لما بيحصل ان الانسان بيبكي او الرجل يعني تحديدا بيبكي بتكون دموعه غاليه جدا لانه كتمها فترات طويله، نعم فده تطور الشخصي يعني. لكن انا لا اخجل من هذا الامر وابديه يعني بمنتهى الظهور، لا اخفي منه شيئا يعني. إنما بكاء الرجال يكون مريرا لأن الرجل يكتم كثيرا، هذا ما فهمته منك ووصلني منك أستاذ وسام، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مشاهدينا الكرام، وأنتم بطبيعة الحال أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا، فاصل ونعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، وضيفنا من جمهورية مصر العربية الشاعر الأستاذ وسام عمارة. مرحبا بك أستاذ وسام من جديد، وقبل أن نذهب سلام. إلى قصيدة جديدة وربما هي مختلفة عن سابقاتها، أريد أن أطرح عليك هذا السؤال: أكثر ما يستفز وسام عمارة للكتابة، حزن عابر، حزن شخصي، حزن للآخر، أم أمور ربما تتجاوز الأحزان؟ عن تجربتي أنا الشخصية أكثر ما يستفزني للكتابة هو المرور بالأماكن القديمة، مجرد ما يعني تقع عيني، أو يمكن أنا لازم أعاين ده بنفسي يعني، مش هتكلم على صورة، الصورة ممكن ما يكونش ليها التأثير الحقيقي يمكن زي نعم المعاينة بنفس الإنسان، بلاقي نفسي لا عندي رغبة شديدة جدا في الكتابة وعلى مواضيع مختلفة يعني، مش بالضرورة يكون عن الأطلال أو عن ما أراه، لكن فكرة إن هذه البيوت القديمة كانت تضم أرواحا وكانوا بينهم مشاعر حب ومشاعر حزن ومشاعر كثيرة، هذه الأمور تؤلمني جدا وتستفز فيها الكتابة جدا وأكتب فيها يعني بلا توقف الحقيقة. يا سلام، وديار كانت قديما ديارا، أنت تحب الوقوف على أطلال من سبقوك، على أطلال من ربما تركوا أثرا منهم فيك، إلى أي صحيح، والله العصور؟ بحاول أتجنب، والله الأمور دي نعم، يا مصطفى قدر استطاعتي، لكن طبعا بتعرض ليها شئت أم أبيت يعني. إلى أي العصور تفضل أن تنتمي لو قدر لك أن تكون في عصر غير هذا العصر؟ أنتمي يعني دون شك إلى السادات في العصر الجاهلي، أنا أعتقد إن هم دول اللي أرسوا قواعد الشعر وال يعني علمونا الشغل زي ما بنقول يعني، كبيرونا أو كبراؤنا الذين علمونا الشعر. جميل جدا، الآن سأطرح عليك 5 مفردات وأريد التعريف الذي يمس قلب وسام تجاه كل مفردة، لا أريد المعنى الدارج ولكن المعنى الذي يمثلك أنت. اتفقنا؟ اتفقنا. الخوف، أعبر عنه بكلمة واحدة. عبر عنه بجملة، ليس شرطا أن تعبر عنه بكلمة. الخوف شعور إنساني لا يجب أن يخجل منه الإنسان. الماء، هل ما زلت معي أستاذ وسام؟ طرحت عليك المفردة الأولى ألا وهي مفردة الخوف، فأجبت بما يعني أملاه عليك قلبك، وها أنا ذا أطرح عليك مفردة ثانية، الماء، ما الذي يعنيه لوسام عمار؟ الماء يعني لي نعمة مغبون فيها الإنسان لا يعرف قدرها إلا حينما يفقد، النفاق، شعور بذيء يعني، أسأل الله أن لا يعني يكتبه على أحد أو لا يضطر إليه أحد، الوفاء، شعور يعني يعجز عن وصفه الإنسان أو يعجز عن وصفه البيان، لكنه شيء نقي، أعتقد أن الوفاء شيء أبيض جميل يعني، أعبر عنه بشيء أبيض. الرمل،
الرمل قد يكون كنزا وقد يكون يعني لغزا. رمزا. نعم قد يكون كنزا وقد يكون لغزا، نعم وربما كان كذلك مزيج إنساني، أو كان مزيجا إنسانيا يقودك إلى فكرة ما، الفكرة تكون متجاوزة ل يعني حزن الشاعر الذاتي إلى أحزان الآخرين، أن ينتمي إلى وجع أبناء الطين الذي يعني الذين يشبهونه. نريد أن نستمع إلى قصيدة جديدة منك الآن مرة أخرى أستاذ وسام. حسنا، يعني القصيدة التالية بعنوان أهل طيبة يتغزل فيها يعني قليلا في بلدي مصر، تفضل. واسمح لي أن يكون ذلك عبر قناتكم المرموقة. يمكن القصيدة تتناول فترة تاريخية محددة نعم. وهي القديمة أو ما تسمى الفرعونية. أهلا وسهلا. مصر أهلا بحضرتك. تستحق ونحن سعداء بسماعك وأنت تغرد شعرا في حب مصر التي نحبها تماما كما تحبها وربما أكثر حتى وإن كنت ابنها. تفضل. حرمناك صديقي. أقول قف بالشموخ وحي الشاهق الهرما، صنع الجدود بعهد مر وانصرما. بين المعابد أسرار مخبأة تحوي النفيس فلا يبلى ولو قدما. تعلو المسلة عند الشمس شاهقة شماء لا تنحني أن رامت الشمما. حتحور أضفت على الجدران لمستها فاستعذب القوم حسن النحت والرسما. كف تحتمس ذي الأمجاد قد قبضت سيف المحارب والبشرى فمن هزم. والنيل من فضة والطمي يحرسه خلان ما افترقا كلا ومن قسم. يا سلام. واد من الخير لم تنضب منابعه بين الصخور جرى فاستجلب النعمة. إيزيس رفت على الدنيا بأجنحة كالشمس بشت فرق الزهر وابتسما. في أرض طيبة أحلام تحققها بأس الرجال بعلم حير العلماء. في عين حورس كل السحر مجتمع صقرا تسامى فشق الغيم والقمم. ميناء الذي قد بنى في منفى مملكة باهت على الدهر كل المجد والأمم. توت الذي لم يزل حيا بسيرته لم يحظ شهرته فرد ولو عظم. رمسيس في تاجه الدنيا وما حملت يرعى البلاد وينمي الخير والنعم. يا سلام. يا أهل طيبة أرض الخير أرضكم أعليتم الفن بين الناس والقيم. أكرم بقوم لهم في الأرض ألوية كالنار تعلو بجوف الظلمة العلم. مصر التي فضلها للكون يعرفه أهل البسيطة عربا كان أو عجما. وشكرا يا لكم. سلام، هذه القصيدة تستحق أن تنقش على أحد الأبواب القديمة لمدينة طيبة التاريخية الأقصر. أنا لا شكرا أجامل حبيبي، بهذا يا وسام، يعني هذه القصيدة تستحق أن تسمى قصيدة الدليل السياحي لمن يود أن يزور مصر، يعني يتمتع كثيرا يعني المرور على هذه الحقبة التاريخية التي جئت على سردها. ما الذي تودّه أو توده من الشعر يا وسام؟ ما الذي أود من تريده؟ الشعر أريد أو أود شيئا واحدا. أن يعني أنا اخترت من هذه الأمنية وذكرتها كثيرا، نعم. أن يرجع الناس ويعلموا ويتأكدوا أن لهذه الأمة تراثا يستحق القراءة ويستحق الحب. لأن باختلاطي بأصدقائي في بدايات الأمور كنت يعني إذا طرحت أحسنت. عليهم يقولون لا يعني احنا ما نهتمش بالشعر، لكن بعد ما قرأوا بعد ما عرفوا ان في شعر حقيقي يستحق القراءة ابتدوا يحبوا الشعر، وده الهدف الأسمى منه. أحسنت كثيرا. في هذا الزمن يعني نجد الكثير من الشعراء أستاذ وسام ربما عفوا يعني يتغربون عن تجربتهم، عن بيئتهم، عن حياتهم، عن واقعهم
عن يعني دولهم التي نشأوا فيها، فنجدهم يعني يحاولون استيراد بعض القصص، الأساطير، القضايا ربما التي تخص الآخر الذي لا يفكر بهم أصلا. لماذا هذا الانسلاخ عن هذه اللغة وعن هذا الواقع الذي كان من الأصل أن ننتمي إليه أكثر؟ والله هو يمكن أحسن شيء ممكن يقدمه أو يقدمه يعني المبدع لنفسه أن يمثل نفسه. مسألة التأثر بالآخرين ومسألة المثل الأعلى هذه كلها أمور مرفوضة، ويعني في كل الأحوال الإنسان يسعى إلى أن يكون نفسه، إذا أن يكون نفسه، فإن لم يستطع صار يعني أصبح شخصا آخر يمثل شخصا آخر. يمكن اللي بيلجأ لكده الشعراء المبتدئين، يمكن بيحاولوا ان هم مثلا يقلدوا، بيحاولوا. الحقيقه انا بترك الامر ده للنقاد، لكن انا اسعد شيء بي 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 بفرح بيه واكتر حاجه بتسعدني لما الاقي ان في حد يقول لي هذا الشعر يشبهك، هذا شعره، ويعرف ان ده شعري. اعتقد ان ده بالنسبه لي هو التكريم الافضل. من المؤكد أن هذا جميل، بصمة الشاعر أن تكتشف، أن يتتبع أسلوبه، أن يجد من يعرفونه يعني شعرا قبل ما يعرفوه اسما. لكن نحن نتحدث عن خطر الانسلاخ من الهوية أستاذ وسام. يعني تقصد الأنواع الأخرى من الشعر؟ لا أتحدث عن الأشكال الشعرية ولا عن الأجناس الأدبية المختلفة، أتحدث عن فكرة الانسلاخ من الهوية. هناك شعراء تجدهم ينسلخون من هويتهم، من عروبتهم، من وطنيتهم، ربما من ذواتهم، فيعني يهرعون إلى تجربة الآخر، اليونان، التجربة الفرنسية، ربما التجربة الإسبانية، فيحاكون بعض نماذج تلك البلاد، لوركا، بورخيس، سوفوكليس و غيرهم من النماذج التي ينبغي على المثقف معرفتها. لا بأس في ذلك ولا مشاحة في الأمر، يعني في الأمر سعة، لكن صحيح. لا أن تتبنى قصص تلك المجتمعات وظروف تلك المجتمعات وتترك وتهمش وتنسى مجتمعك وهويتك وتاريخك. لماذا يفعلون ذلك؟ كثيرون يفعلون ذلك. نعم، أعتقد هو شعور بالهوان، يعني هو مش مؤمن بأنه ينتمي إلى تراث قوي وإلى أدب متفرد أو إلى علم متفرد. يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما يقول إن كان الشعر لغة قوم ليس لهم، أو علم قوم ليس لهم علم سواه، يمكن أو كما قال. يعني فالشعر علم، واعتقاد الشاعر المعاصر أو الكاتب المعاصر بأن هذا الشعر يمكن أو هذا اللون الأدبي هو لون قديم والأفضل أن ننتمي إلى أو نذهب إلى ثقافات أخرى، هذا شعور سيء الحقيقة، لأن إحنا هو مش مدرك. أعتقد أنه حاجة من الاثنين، إما أنه جهل بحقيقة هذا العلم وهذا القوي، أو أنه هو شعور بالهوان وبالضعف فبينتمي ناحية أو أحسنت بيرتمي. كثيرا، ومن المؤكد أن كثيرين من يعني متذوقي الأدب ومن العامة قبل الشعراء والمثقفين يعني يشاطرون كالرأي ذاته في الحالتين، أو في خلينا نقول الطرحين اللي تفضلت بتوضيحهما أستاذ وسام. قبل الختام نريد قصيدة تكون مسك ختام لهذه الحلقة، لك أن تقرأ علينا ما تحب الآن. نريد قصيدة نختم بها هذه الحلقة من بيت القصيد، تفضل. أقول أبيات صغيرة، يمكن هي من أواخر ما كتبت. يعني أقول تفضل. فيها: آمنت أنك غربتي ومدينتي، والسحب تجري في سما أفكاري. من فاي من بعد المشيب وشردتي، أصغي إليك مكتما أسراري، وحنين طفلي في سجون كهولتي قد شاب بين عشية ونهاري. يا الله. آمنت أني لم أزل في سكرتي، وأصوغ بعض تجمل ووقاري، يا سلام، وأعانق الذكرى عناق مسافر تعب من التغريب والأسفار، كسفينة ضلت طريق نجاتها وهنت من الأمواج والإبحار، والريح أنهكت الشراع فلا ترى شطا يلوح ولا وميض فناري، وكأن عينك لي مصابيح الدجى
وأنا الغريب مصارعا أقداري. شكرا لحضرتك. جميل جدا. الآن رسائل قصيرة عاجلة أستاذ وسام. الرسالة الأولى إلى وسام الذي ترجو أن تراه، أو الصورة التي ترجو لوسام أن تراه بها شعرا في المستقبل القريب أو البعيد. رسالة إن إلى شاء الله. ذلك الوسام، ماذا تقول؟ يعني أتمنى أن ينتشر شعرك أكثر، وأن يقرأ لك الكثيرون والكثيرون ويؤمنون بتجربتك. رسالة إلى مصر التي تنتمي إليها، إلى طينها وهوائها وسمائها وغيطانها وأهلها وناسها، ماذا تقول يعني لهذا لا الوطن أستطيع، الكبير؟ لا أستطيع أن أقول أكثر من أحبك. يعني إحنا تربينا على حب الوطن، وأنا يعني لا أستطيع أن أضيف بعد كلمة أحب مصر كلمة أخرى أو زائدة. والآن رسالة تبقى محفورة في وجدان التاريخ منك لأهل فلسطين، لا سيما أهل قطاع غزة. رسالتي إليهم: كونوا كما أنتم، كونوا أباة، كونوا يعني متحدين للمستحيل، كونوا كما علمناكم وكما سمعنا عنكم، وإن شاء الله النصر قريب، وإن شاء الله يعني قريبا قريبا سينجلي هذا الظلم وهذا العدوان، وستعودون أقوى وأفضل بمفردكم إن شاء الله بقوتكم. إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يعم الرخاء على الأمة الإسلامية مجتمعة، وكذلك على المنطقة العربية بأسرها، ولكل أحرار العالم، الأحرار الحقيقيين الذين يستحقون أن يكون لهم سهم في خريطة الإنسانية الحقيقية، لا الإنسانية المكذوبة والمدعاة. أستاذ وسام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد، في الختام ماذا تود أن تقول؟ أتوجه بالشكر الخاص جدا للصديق والإعلامي الكبير والشاعر المبدع مصطفى مطر، ولكل أشكرك. مستمعي قناتك، ولكل مستمعي برنامجك، ولكل الأحرار ولكل الشرفاء في هذا العالم. كل التحية لحضراتكم، وأرجو أن لا أكون ضيفا ثقيلا. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا خفيف الظل، هكذا دأبك دائما وهكذا تبقى وتظل، ونحن كذلك نرجو لك كل توفيق في مسيرتك الأدبية والحياتية. شكرا لك أستاذ وسام عمارة. شكرا مشاهدينا لكم. الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات. دائما وأبدا تنسموا عبق الحرية، ولا تتنازلوا عن حقوقكم، وكونوا بالله واثقين، واعلموا أن الفجر قادم وأن النصر صبر ساعة. إلى اللقاء.